دكتور رضا مو زحمه عليك، بس عندنا الدهون الثلاثيه ما خلينا علاج ما اخذنا لها. روح يا اخوي شو تسوي قاعد بالبيت؟ من البيت هلا تتعالج. شكرا لاتصالك. الباذنجان، الباذنجان الني، اقطع قطعه وكل ليله كلها نيه، بتروح الكوليسترول والدهون الثلاثيه وبودي بضيع الدهون بالجسم وبينحف وبضيع الماء المحتبس بالجسم والاملاح واليوريك اسيد واللي عندهم النقرس. الباذنجان نعمه من الله سبحانه وتعالى، بس يا اخوي لا تقليها ولا تسلقها ولا تشويها، نيه قطعه نيه. فبالتالي حتى قطعه الباذنجان اذا حطتوها بالزيت تسحب الزيت، حتى اذا حطتوها بالملح باي شيء مالح تسحب المالح وتسحب الماء. باذنجان سهله ولا صعبه؟